شايف البيت اللي هناك ده والناس اللي هناك دي؟ يا بوجي دول عائلة عمر، تعالى ما ندخل عندهم. يلا يلا يا طماطم يلا، ده انا شايف بيتهم حلو قوي، الجنينة بتاعتهم، تعالى ما نخبط عليهم عشان يفتحوا لنا، دول حاطين سور سور على الجنينة. يلا يا عبير يلا علشان ننظف الجنينة. يا بابا يا بابا، شايف مين اللي واقفين هناك عند سور الجنينة بتاعتنا يا بابا؟ مين؟ ايه دول؟ دول بوجي وطنطب، تعالي ما نشوفهم هم عاوزين ايه. يا بطوطة يا بطوطة، ارجوكم افتحولنا افتحولنا السور بتاعكم ده. ايه ده يا بابا، دول بوجي وطمطم؟ ايوه يا عمر، بوجي وطمطم اللي احنا عارفينهم. يا سلام يا سلام، دول بس انتوا جايين ليه؟ ده رمضان لسه عليه بدري. احنا جايين علشان نبيت عندكم، الصراحة البيت بتاعنا وقع، المطرة غرقته ووقع. يا خبر يا خبر، احنا لازم نستضيفكم عندنا، ده احنا البيت بتاعنا كبير ولسه شاريينه، لازم تيجوا عندنا. يلا اتفضلوا. بجد يا استاذ عمر؟ يلا يا بنتي، انت ايه موقفك هنا؟ يا سلام بيتكو حلو قوي. حاجة غريبة والله، كل الأطفال تيجي تقف عندنا عند الجنينة بتاعتنا، بيحبوا البيت بتاعنا يا بابا. يلا يا بوجي يلا يا طمطم اتفضلوا عندنا، ده احنا هنعمل لكم شاي وهنعمل لكم حاجات جميلة. يا سلام، متشكرين جدا يا أستاذ عمر، انت كلك كرم وكلك ذوق وكلك واجب. أنا ممكن أساعدك يا عم عمر؟ ممكن تساعديني يا طماطم؟ عايزة تساعديني في ايه؟ أنا كنت بكنس الجنينة بالمقشة دي. أنا ممكن أساعدك وأكنسها معاك يا عم عمر. طيب ماشي، اكنسيها. تعرفي تمسكي المقشة الطويلة دي؟ طبعا طبعا، امسكها واكنس بيها كمان. يا سلام، برافو عليكي يا طماطم، بتحب المساعدة. يا سلام، الزرع بتاعكم حلو قوي يا عم عمر، انتوا زارعين نخل، فين البلح بتاعكم؟ حالا حالا يا بوجي، واجيب لك بلح من بتاعنا، ده احنا عندنا بلح حلو قوي يا بوجي، ده النخل بتاعنا مطلع بلح جميل، هجيب لك دلوقتي. بس في عاصفة يا عم عمر، حاسس ان هي ممكن تخلع كل الاشجار دي. يا خبر يا خبر، يا ساتر يا رب، عاصفة ايه واحنا في عز الصيف؟ شايف يا عم عمر، الهوا هيجي دلوقتي وهيطير كل الشجر. يا بوجي انت بتحلم ولا ايه يا بوجي؟ شفت يا عم عمر، كل الاشجار وقعت. يا خبر يا خبر، احنا لازم بقى نظبط الجنينة، احنا ورانا شغل كتير. هتساعدني يا بوجي؟ طبعا طبعا هساعدك، يلا بينا يا عم عمر نظبط الجنينة ونظبط الزرع. وانا يا بابا هساعدكم هساعدكم، علشان الاشجار بتاعتنا عمالة تقع يا بابا من كتر الهوا. يا خبر، كل الاشجار وقعت. قوم يا بوجي، حصل لك حاجة يا بوجي؟ الحمد لله ما حصلليش اي حاجة. الحمد لله يا عم عمر، احنا لازم نظبط الجنينة بتاعتك دي كلها يا عم عمر. يا سلام يا بابا، الجنينة بتاعتنا بوجي ظبطها خالص، دي بقت حلوة قوي يا طماطم. دلوقتي بقى لازم نعمل الشاي. يلا يا بوجي يلا يا طمطم علشان تستريحوا. يلا يا جنة يلا يا رؤى. انا خلاص خلصت تنظيف، وانا خلاص خلصت الشاي، والقعدة جهزت اهي. نحط الترابيزة دي هنا، وكمان الكراسي. يلا يا ولاد هاتوا كل الكراسي علشان تكفينا، احنا كتير النهاردة. احنا عايزين كام كرسي؟ احنا عايزين واحد لبوجي، واحد لطمطم، واحد لبابا. انا جبت 3 يا بابا، كويسين كده؟ لا لسه، احنا محتاجين كام؟ محتاجين 5 كراسي. خلاص ماشي، عايزين كرسي كمان؟ هجيب ادي كرسي، وهنجيب كرسي كمان يا بابا. يا سلام كده حلو قوي يا بابا، كويس جدا يا بطوطة، حلو قوي. كرسي كمان زيادة علشان لو جالنا ضيوف يا بابا. حاسب يا بابا هتوقع الكراسي، انا اسف انا اسف. انا جيت وجبت المشاريب معايا، مين عاوز شاي؟ انا عاوز شاي. يلا 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 اتفضل يا بوجي، ادي الطبق الصغير.
وادي كوبايه الشاي الصغيره بتاعتك يا بوجي. تشربي ايه يا طمطومه؟ انا عاوز اشرب عصير. طيب اتفضلي كاس عصير. اتفضلي. يا سلام، حلوة قوي المشروبات الحلوة اللي انتوا عملتوها لنا دي. بس في مشكلة يا بابا، بوجي وطمطم معاهم شنط كتير واحنا محتارين نعمل فيها ايه. هي فين الشنط دي؟ ايات يا بابا، الشنط بتاعتهم هنوديها فين؟ انا هقول لكم، احنا هنجيب لهم دولاب لوحدهم علشان يحطوا فيه الشنط، وكمان سرير. بوجي وطمطم اخوات وصغيرين، ممكن نستضيفهم عندنا ونجيب لهم سرير كبير. طبعا طبعا، طماطم اختي حبيبتي بحبها قوي. ماشي، احنا هنجيب لكم احسن دولاب عندنا واحسن سرير عندنا. ادي سرير جميل جدا، اتفضل يا بوجي انت وطمطم علشان تستريحوا. يا سلام، ده انا تعبان قوي من المشوار، وفين الدولاب؟ ادي الدولاب كمان اهو، دولاب كبير وواسع ويكفي الشنط بتاعتكم. انا هجرب السرير. يا سلام، حلو قوي. تعالى يا بوجي جرب. يا سلام، متشكرين جدا، وكمان بطانية علشان احنا لو سقعنا بالليل. يا سلام، شكرا شكرا على حسن الضيافة بتاعتكم، وكمان هنحط لكم الشنط بتاعتكم في الدولاب. يا فين الشنط؟ الشنط الست. لا يا جماعة، الشنط ما اتسرقتش ولا حاجة، الشنط جوه الدولاب. شكرا شكرا يا طنط عبير، احنا لازم نقفل بقى الدولاب بسرعة علشان محدش يعرف ان جوه الشنط بتاعتنا. تصبح على خير يا بوجي. تصبح على خير يا طمطم، احلام سعيدة. نشوفكم يا اصحابي الحلقة الجاية على خير مع بوجي وطمطم، هنعمل حلقة جميلة جدا معاهم لما يصحوا. استنونا. مع السلامة يا اصحابي، مع السلامة.